شوف شوف هادي. ترى ما يمكنش، واعره بزاف، واليوم نجربها انا وياكم. نجيبوا قلعه ديال الهواي. في الاول خصنا نحكوا هذا الزواق هذا، حيت الماده اللي غنديروا كتفاعل غير مع الالومنيوم. من بعد الحكه العالميه ضربنا ليها، نتاكدوا مزيان باللي بها الالومنيوم كامل كما كتشوفوا في الصوره. دابا غادي نجيبوا الخليط اللي غادي نديروا فيه داكشي. قريعه ديال الماء، الصودا الكاويه كما كنسميوها بالدارجه، غادي نخويوها في الماء ونخلطوا مزيان حتى تذوب في الماء. غادي نفتحوها لحقاش الا بقات مسدوده تقدر تفرقع، وغادي نخويوها وسط القريعه هذه ونخليوها واحد المده نص ساعه او اكثر. فوالا هكا مزيان. A few minutes later. ودابا جينا نشوفو التجربة في الموصلات، تيخرج لنا واحد الغاز اللي هو غاز النيتروجين. داكشي علاش درنا الكمامة. فوالا بسم الله، يا سلام. شوف شوف الماء كيفاش ولا، الماء ولا كحل ولا ترطبة. شوف نحاول نقص فيه شي شوية. فوالا هي كيما كتشوفو فيها ولات كتكمش دابا. Et voilà. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout. Il est temps de boue. نصيحه، هاد التجربه هادي ما تحاولوش تجربوها الا كنتو قل من 18 عام، حيت راه خطيره واحد شويه. نشوفكم.